انا كمان منتظر الفيل الازرق 2. بهذه الكلمات بدا احمد مراد معانا لقاؤه وضم صوته لصوت الجمهور المنتظرين الجزء الثاني من الفيل الازرق. انا الذي ينتظر لحظه الاظلام الاخير. ولكن ما سر التعاون الدائم مع المخرج مروان حامل؟ الناس دايما بتبص الموضوع عايز ان هو كيمياء. هو طبعا في صداقه وفي ثقه، بس الاهم ان احنا عندنا مسطره. المسطره اللي موجوده في الموضوع انه انا ومروان ما بنبقاش بندور مين اللي هيقول التعليق الصح اللي يظبط السيناريو او يظبط اخراج الفيلم. احنا بنرجع في الاخر لمسطره دراميه بنذاكرها. واتكلم عن الخبره اللي اكتسبها اثناء كتابه الفيل الازرق 2. اعتقد انه البني ادم اللي يعمل سيناريو مش زي اللي بيعمل 2 و3 و4، الخبره دايما بتزيد لانه نزول جوه الفيلد والواحد بيشوف الفيلم هو بيتكون على الورق لغايه ما بيشوفه رد فعله على وجوه الناس. ده بيخليني ازداد سنين بسرعه جدا جدا. والان مع فقره الفيل الازرق. وكشف لنا من هو منافسه الاول الذي ينافسه من خلال الفيلم. انا في الاخر بنافس نفسي في الفيل الازرق 1، يعني مش حد بيعلي عليا، فانا لازم اعلي على احمد اللي هو كمان من 5 سنين، وده صعب جدا جدا. وكلمنا عن فريق العمل الذي يعمل في الجزء الثاني. وهو نفس الكاست اللي عمل الفيل الازرق، هو اللي بيعمل الفيل الازرق 2، بيخلينا في حاله تحفز وبناء عضلات فنية جدا. احنا عايزين نأدي الحاجة بشكل يخلي الناس ما تقولش احنا ندمنا ان احنا انتظرنا التجربة دي. قلت لي موضوع رسالتك عن ايه؟ العصب المصري. وكان لازم نعرف منه موعد نزول الفيلم بالسينمات. هو ان شاء الله في صيف 2019 هيتم تحديد الميعاد قريب قوي للعرض، على حسب الانتهاء من الفيلم وانتهاء مروان من تفنيش تفاصيل الفيلم ان شاء الله.